أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. قال السعدي رحمه الله في المناسبة بين هذه الآية والتي قبلها: لما ذكر تعالى خلق الآدمي ذكر سكنه وتوفر النعم عليه من كل وجه. لما ذكر الله تعالى خلق الآدمي ذكر سكنه وتوفر النعم عليه من كل وجه. وقال ابن كثير رحمه الله: لما ذكر تعالى خلق الإنسان عطف بذكر خلق السماوات السبع، وكثيرا ما يذكر تعالى خلق السماوات والأرض مع خلق الإنسان. فهذه طريقة وعادة للقرآن، كما قال سبحانه: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وكذا في أول سورة السجدة، والتي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بها صبيحة يوم الجمعة، في أولها خلق السماوات والأرض، ثم بيان خلق الإنسان من سلالة من طين. سبع طرائق يعني سبع سماوات، كما قال سبحانه وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. وقال سبحانه: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات. وقال في آية أخرى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. فهنا قال: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وش معنى وما كنا عن الخلق غافلين؟ قال القرطبي رحمه الله: ما كنا عن الخلق غافلين أي في القيام بمصالحه وحفظه، وهو معنى الحي القيوم. وقال السعدي رحمه الله: وما كنا عن الخلق غافلين، فكما أن خلقنا عام لكل مخلوق فعلمنا أيضا محيط بما خلقنا، فلا نغفل عن مخلوق ولا ننساه. قال السعدي: وكثيرا ما يقرن الله بين خلقه وعلمه، كما قال سبحانه ألا يعلم من خلق، وقال في آية أخرى: بلى وهو الخلاق العليم. والسبب في ذلك أن خلق المخلوقات من أقوى الأدلة العقلية على علم خالقها وحكمته. ومعنى الآية يا إخواني أننا خلقناك أيها الإنسان، وخلقنا فوقك هذه السماوات، ولم نغفل عن القيام بمصالحك وما تقوم به حياتك، أي أننا لم نخلقك عبثاً، ولم نخلقك هملاً، ولم نخلقك ونهملك ونغفل عنك، بل خلقناك وقمنا بمصالحك. وهذا يا أخوان تريد يعني هذه توطئة وتمهيد أننا خلقناك وأننا قمنا بمصالحك وما تقوم به حياتك من السكن والمأكولات والمشروبات، ثم أرسلنا لك الرسل. لماذا؟ لتوحد الله،
لتوحد الله سبحانه وتعالى. ولذلك سيأتينا في آخر الآية أيها الإخوة أن قول الله سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فقلت لكم أن بين فاتحة السورة وخاتمتها مناسبات، أي أنه قد تقرر وقد مهد أنك قد خلقت وخلق لك ما يقوم به ما تقوم به مصالحك. طيب هل يكفي هذا؟ لا، مصالحك الجسدية هيئت لك، كما أن مصالحك الروحية وهي بعث الرسل وإنزال الكتب، كذلك الهدف ما تدور في فلكه هذه السورة وهو تقرير توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة ونبذ الشرك عن الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وأنزلنا من السماء ماء بقدر. الآن بدأ يعدد نعم الله سبحانه وتعالى على عبيده التي لا تعد ولا تحصى، منها إنزال الماء بقدر. ما المراد بالماء هنا يا أخواني؟ اختلف المفسرون فيه على قولين، فقال بعضهم أن المراد بالماء هنا المنزل هو ماء المطر، وقال بعضهم بل المراد هو الماء العذب من الأنهار الأربعة، سيحون وجيحون والفرات والنيل، كما الآبار والعيون. ولذلك قال مجاهد ليس في الأرض ماء إلا وهو من السماء. قال ابن عطية معلقا على قول مجاهد يقيد هذا بالعذب، وإلا فالأجاج ثابت في الأرض مع القحط. طيب أيهما أرجح يا أخواني؟ اللي هو المطر. طيب ما يصح أن نقول كلا القولين من نعمة الله سبحانه وتعالى؟ يصح، يصح أن نقول أن المراد به المطر ومراد به الماء العذب في الأنهار والعيون والآبار وغير ذلك. فأسكناه في الأرض، فأسكناه في الأرض أي جعلنا الماء إذا نزل من السحاب يخلد في الأرض وجعلنا الأرض قابلة له. ثم قال الله سبحانه وتعالى وإنا على ذهاب به لقادرين، لقادرون، وإنا على ذهاب به لقادرون، أي لو شئنا ألا تمطر لفعلنا، ولو شئنا لصرفناه عنكم إلى السباخ والبراري والبحار والقفار لفعلنا، ولو شئنا لجعلناه أجاجا لا ينتفع به كذلك لفعلنا، ولو شئنا لجعلناه لا ينزل في الأرض بل يأتي على أعلاها لفعلنا. أي أن الله امتن علينا بأمرين، بإنزال الماء وسكونه إيش في الأرض، وسكونه في الأرض وعدم ذهابه إلى البحر. طيب فأنشأنا لكم به، أي أخرجنا لكم بما أنزلنا من الماء جنات أي بساتين وحدائق ذات بهجة، من نخيل وأعناب أي فيها نخيل وأعناب. وخصة النخيل والأعناب هنا يا أخواني هذا مما كان يألف أهل الحجاز في مكة والطائف، وذكرت مثالاً، وقال السعدي خصهما لفضلهما وكثرة منافعهما التي فاقت بها بقية الأشجار. لكم فيها فواكه، لكم فيها الضمير يعود إلى ماذا؟ يحتمل عوده على الجنات ويحتمل على النخيل والأعناب، والأعم هو القول الأول لأن قلنا أن النخيل والأعناب ذكرت مثالاً. ومنها تأكلون، هنا حرف العطف كأنه معطوف على شيء
مقدر تقديره، تنظرون إلى حسنه ونضجه ومنه تأكلون. يعني كأن الآية: فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة تنظرون إلى حسنه ونضجه ومنه تأكلون، ومنها تأكلون. ثم قال الله سبحانه: وشجرة تخرج من طور سيناء. سيناء قرئت بفتح السين وبكسرها سيناء، وكلاهما قراءات متواترة. والشجرة المقصود بها الزيتونة، والطور هو الجبل. قال بعض العلماء: لا يسمى الجبل طوراً إلا إذا كان فيه شجر، فإن عري عنها أي عن الشجر سمي جبلاً لا طوراً. وطور سيناء هو طور سينين الذي كلم الله عز وجل عليه موسى بن عمران، وما حوله من الجبال التي فيها شجر الزيتون تنبت بالدهن، أي تخرج بالدهن أو تأتي بالدهن، وصبغ أي أدم للآكلين، أي فيها ما ينتفع به من الدهن والاصطباغ. قال ابن عطية رحمه الله: والمراد في هذه الآية تعديد نعمة الزيت على الإنسان، وهي من أركان النعم التي لا غنى للصحة عنها. ويدخل في معنى الزيتونة شجر الزيت كله على اختلافه بحسب الأمصار، فإن بعض الأمصار يستخرجون الزيت من أشجار أخرى غير شجرة الزيتون. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإن لكم في الأنعام. الأنعام هي الإبل والبقر والضأن والمعز. لعبرة أي في خلقها وسائر أخبارها ومنافعها. نسقيكم مما في بطونها، أي يشربون من ألبانها الخارجة من بين فرث ودم، ويأكلون من حملانها، ويلبسون من أصوافها وأوبارها وأشعارها، ويركبون ظهورها، ويحملونها الأحمال الثقيلة إلى البلاد النائية، كما قال سبحانه: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغي إلا بشق الأنفس. فكل هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه: ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. نسقيكم قرئت بالفتح نسقيكم مما في بطونها، وقرئت نسقيكم مما في بطونها. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال ابن عطية: هذا ابتداء تمثيل لكفار قريش بأمم كفرت بأنبيائها فأهلكوا، وفي ضمن ذلك الوعيد بأن يحل بهم ما حل بأولئك، ونوح أول نبي أرسل إلى الناس. إذن بدأ الآن يقرر القضية التي أشرنا إليها، وهي قضية توحيد العبادة لله سبحانه وتعالى. طيب، ما هذا؟ ما كان رد قوم نوح؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه، يعني السادة والأكابر: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، يعني هو مثلكم، مخلوق مثلكم، يأكل مما تأكلون ويشرب مما تشربون، ويريد يقول: أنا والله أتيكم بوحي من السماء، يريد أن يتفضل عليكم ويكون أميرا عليكم يأمركم وينهاكم. وهذه الشبهة طالما رد بها أقوام الأنبياء دعوة أنبيائهم، فإنهم كانوا يقولون: ولو شاء الله لأنزل ملائكة، يعني يرسل بشر مثلنا لنتبعه، يعطينا خلق آخر غير الخلق حتى يكون له فضل علينا، أما أنت أيها البشر فإنك مخلوق مثلنا. وقد جاء في سورة الأنعام مر عليكم رد الله سبحانه وتعالى عليهم هذه الشبهة، إذ لو أنزل عليهم ملائكة وأرسلوا لقالوا ماذا؟ قالوا: هؤلاء ملائكة يتحملون ما لا نستطيع أن نتحمل،
نحن بشر ضعاف، لو أرسل إنسان مثلنا حتى يأمرنا بشيء نراه يفعله ونفعله مثله. فهم أرادوا الحجاج واللجاج، ولم يريدوا أصلا، يعني أرادوا رد الدعوة فقط. إن هو إلا رجل به جنة، يعني مجنون فيما يزعم، من الله أرسله إليكم واختصه، فتربصوا به حتى حين، يعني انتظروا به ريب المنون واصبروا عليه مدة حتى تستريحوا منه. قال رب انصرني بما كذبون. يخبر تعالى سبحانه وتعالى عن نوح أنه دعا ربه ليستنصره على قومه، كما قال في آية أخرى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، وقال ها هنا رب انصرني بما كذبون. يقول الله سبحانه وتعالى فأوحينا، استجيبت دعوته، فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا وحينا، فإذا جاء أمرنا وفار التنور، جاء أمرنا بإغراق هؤلاء ونصرتك يا نوح وفار التنور. قال ابن عباس التنور وجه الأرض، وقال ابن كثير أي صارت الأرض عيونا تفور حتى فار الماء من تنور النار الذي عادة يكون إيش؟ أن تخرج منه النار فخرج منه إيش؟ معناه أن الأرض خرج منه الماء، معناه أن الأرض كلها قد فارت إيذانا بالغرق ونصرة نوح عليه السلام. فاسلك فيها أي أدخل في هذه السفينة من كل زوجين اثنين، أي من كل صنف ذكرا وأنثى، لأن الله قد أمر بإغراق أهل الأرض كلهم إلا من سيبقى من على سيبقى على ظهر هذه السفينة، وأن يحمل فيها أهله إلا من سبق عليه القول. من الذي سبق عليه القول؟ دل في آية أخرى، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، زوجته وابنه، زوجته كما في سورة التحريم، وابنه كما في سورة هود. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، أي لا يأتيك رحمة وشفقة عندما تراهم يغرقون، فإن الله قد أمر بإغراقهم، فلا محيد عن إغراقهم ولا شفاعة. فأنت دعوت عليهم واستجيب لك، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقد امتثل نوح عليه السلام كما قال في آيات أخرى، ومرت هذه السورة مفصلة، وكان من عادة القرآن يا أخوان أن يأتي بالقصة موجزة ومبسوطة، فهذه القصة مبسوطة في أي سورة؟ سورة هود، وقد مرت عليكم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. قال الله سبحانه وتعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله، فذكر ابتداء أمره وانتهاء سيره، وقل رب أنزلني منزلا مباركا، أي بعد إغراقهم وأن الأرض تأخذ هذا الماء، وأنت خير المنزلين، إن في ذلك لآيات، أي هذا الصنيع وهو إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين لآيات لحجج ودلالات، وإن كنا لمبتلين أي لمختبرين للعباد بإرسال المرسلين. ثم قال الله سبحانه وتعالى ثم أنشأنا من بعدهم، الضمير يعود إلى من؟ إلى قوم نوح. قرنا آخرين، من هم القرن الآخرين؟ اختلف فيه المفسرون على قولين، القول الأول أن المراد بهم عاد، فإنهم كانوا مستخلفين من بعد قوم نوح كما دلت على ذلك آيات أخرى، وقيل المراد
هنا في هذه الآية قوم ثمود، ورجحه ابن عطية. ابن عطية رحمه الله يرى أن المراد هنا في هذه الآية هم قوم ثمود لا قوم عاد، ويستدل بسياق الآيات، لأنه قال بعدها فأخذتهم الصيحة، والذين أخذوا بالصيحة من هم؟ لا، الذين أخذوا بالصيحة هم قوم صالح، ثمود، قوم هود عليه السلام، قوم هود، قوم صالح عليه السلام. وهذا كذلك رأي ابن جرير الطبري رحمه الله، وهو رأي ابن جرير الطبري رحمه الله أن المراد بهذه الآية ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا أي صالح، فأرسلنا فيهم رسولا أي صالح. إذن أخواني، ما المراد بقوله تعالى ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين؟ القول الأول أنهم قوم عاد، لأنهم هم الذين استخلفوا من بعد قوم نوح، نبيهم من؟ هود عليه السلام. القول الثاني وهو رأي ابن عطية وابن جرير الطبري وهم من أئمة التفسير قوم ثمود، والدليل على ذلك سياق الآيات، وأن الله سبحانه وتعالى أخذهم بالصيحة، أخذهم بالصيحة هو الأقرب، نعم، أنه قوم ثمود. قال القرطبي رحمه الله تعليقا على قول ابن عطية وممن أخذ بالصيحة أيضا أصحاب مدين قوم شعيب، فلا يبعد أن يكونوا هم، يضيف القرطبي قولا ثالثا، يقول وممن أخذ بالصيحة أيضا أصحاب مدين قوم شعيب فلا يبعد أن يكونوا هم. فقوله ثم أنشأنا لا يقصد الترتيب على القولين الثاني والثالث، لا يقصد الترتيب الزمني، فأرسلنا فيهم رسولا، من هو الرسول؟ ها يا أخواني، ترى مهم في الأقوال التفسيرية أن الإنسان يتسق الترجيح عنده، إن رجحنا أن القرن هؤلاء هم عاد فيكون الرسول من؟ هود، أحسنتم. وإن رجحنا أن المراد بالقرن هنا ثمود فيكون صالح، وإن رجحنا أنهم أو قلنا أنهم أصحاب مدين فيكون شعيب، أحسنتم. لأنه لماذا اختلف العلماء هنا؟ لأنه إيش يا أخواني؟ لا، لأنه لم يذكر اسم النبي ولا اسم القوم، ذكروا إيش؟ مجملة، هنا ذكرت مجملة تفسر في آيات أخرى، تفسر من آيات. قال فأرسلنا قرنا، لم يذكر لا عاد ولا هود، لا عاد ولا ثمود ولا أصحاب مدين. فأرسلنا فيهم رسولا، كذلك لم يذكر من هو هذا الرسول، لم يذكر من هو هذا الرسول. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما قال نوح عليه السلام. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم، نفس الشبهة التي رد بها أصحاب نوح على نوح، يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، يعني إيش في زايد عليكم أنت؟ ما في شيء. ثم عقبوا ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون، كيف تطيعون بشر مثلكم يأمركم بأشياء؟ يعني ليش ما أنزل كما قالوا لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم؟ إذا كان نازل القرآن ونازل على، ليش ينزل على هود ولا على صالح؟ لماذا لا ينزل على كبار القوم كما قالوا عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ إنكار للبعث، هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. الله ينزهون الله، شوف كيف الشبه يا أخواني،
إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا، والله إنكم أنتم الكاذبون وما نحن له بمؤمنين. هنا لما أيقن أن إيش؟ أنه لا فائدة من دعوتهم، قال ماذا؟ قال رب انصرني بما كذبون. فقال الله، استجاب الله دعوة نبيه، كما قال لكل نبي دعوة مستجابة، قال عما قليل ليصبحن نادمين، أي بمخالفتك وعنادك. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء، أي هباء لا شيء، فبعدا للقوم الظالمين، أي جعلناهم كما كانوا أمة تسير، جعلناهم غثاء كغثاء السيل، قد رموا من الصيحة، أخذتهم الصيحة فأصبحوا جيفا. فبعدا دعاء، فبعدا للقوم الظالمين، فإن رد الدعوة الرسل من أعظم الظلم. ثم قال الله سبحانه وتعالى، يظهر نعم، ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. هنا في هذه الآية أخواني، أو في هذه السورة، أراد أن يجمل قصص الأنبياء لأنه قد بسطها في مواضع أخرى. ثم أنشأنا من بعدهم، أي من بعد هؤلاء، أمما وخلائق قرونا، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، يعني يؤخذون حسب ما قدر لهم في كتاب الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ قبل كونهم أمة بعد أمة، وقرنا بعد قرن، وجيلا بعد جيل، وخلفا بعد سلف. ثم أرسلنا رسلنا تترى، يعني تتتابع، يتبع بعضهم بعضا، كما قال سبحانه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كلما جاء أمة رسولها كذبوه، هذه صفة، يعني أراد أن يوجز، يقول أرسلنا رسلا، خلقنا خلقا، أرسلنا رسلا، كلما جاء علامتهم، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، يعني أمثال، وأخبار، وعبرة، كما قال سبحانه، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. فبعدا لقوم لا يؤمنون، كما قال قبلها، فبعدا للقوم الظالمين، فالذي لا يؤمن هو الظالم، فالذي لا يؤمن هو الظالم. ثم قال سبحانه، ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. يخبر سبحانه وتعالى أنه بعث نبيه ورسوله موسى وأخاه هارون معينا له ووزيرا إلى فرعون بآيات وحجج واضحات وسلطان مبين. ما هي الآيات التي جاء بها موسى وهارون يا أخواني؟ العصا واليد، العصا واليد هما السلطان المبين يا أخواني، العصا واليد هما السلطان المبين الذي وقع بهم التحدي، لما قال بآياتنا وسلطان مبين، هي التي وقع بها، التي وقع بها التحدي، هما آيتان العصا واليد. ويدخل في سائر عموم الآية سائر آيات موسى عليه السلام كالبحر والمرسلات الستة المذكورة في سورة الأعراف. طيب، هل من آيات موسى التوراة؟ هل من آيات موسى التوراة؟ الآن قال، يعني قلنا نحن ولقد أرسلنا ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين، قلنا إن الآيات المذكورة هي إيش؟
العصا واليد التي وقع بهما التحدي، ويدخل في عموم اللفظ بقية الآيات التي أيد موسى. لكن أنا بسأل يا أخواني، هل التوراة يدخل هنا في هذه الآية؟ يدخل في هذه الآية؟ ها، في قول آخر؟ لا يدخل. ليش يا شيخ؟ ليه؟ التوراة كتاب، لا، الآيات هنا المقصود بها أعم من قضية القرآن. نعم، في ملحظ مهم يا أخواني في سياق الآيات، تأملوها، أنا أحب إلي أن تكتشفوها أنتم. نعم، لا، أحسنت، بارك الله فيك. ما اسمك يا شيخ؟ حياك الله يا شيخ أحمد. ملحظ مهم جدا، العلماء قالوا ليس المقصود في هذه الآية أخواني التوراة. لماذا؟ لأن التوراة ما نزل إلا بعد إغراق فرعون، فقد أنزلت على بني إسرائيل ولم تنزل على على فرعون، لأن الله قال هنا: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. إلى من؟ إلى فرعون. ومعلوم أن التوراة إنما أنزلت متى؟ بعد إغراق فرعون. ولذلك لا تخلطوا، بعض الناس يدور في فلكه أن التوراة قد أيد بها موسى أمام فرعون، وهذا لا يتسق، لأن التوراة إنما أنزلت بعد إغراق، فهي أرسلت إلى بني إسرائيل، أرسلت إلى بني إسرائيل. فاستكبروا وكانوا قوما عالين، أي قاصدين العلو بالظلم والكبرياء، فقالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا؟ أولا قالوا لبشر لما أرسل، طيب أرسل اثنين، قالوا مثله بشرين، لو جاء أرسل ثلاثة قالوا أرسل نؤمن لثلاثة. إذن هم لا أرادوا رد الدعوة، لم يريدوا قبول الدعوة أصلا، قالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما. قوما، شوف الضمائر، قوم موسى وهارون، هؤلاء البشرين، لنا عابدون. إيش معنى عابدون؟ يعني هل هم يعني يعبدونهم العبادة التي هي التوحيد؟ لا، يقصد أي خادمون متذللون، يعني قوم اللي هم القبط، قوم موسى أهله ومن أرسل فيهم، لنا مسخرون مذللون. كيف يرسل موسى منهم؟ شيء يقول كيف يكون هذا؟ ولذلك ولنا عابدون، الطريق المعبد هو المذلل. وعلو هؤلاء هو الذي ذكره الله عز وجل في آية أخرى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وقال السعدي: وقومهما لنا عابدون، أي معبدون بالأعمال والأشغال الشاقة، يعني كانوا لنا عمالا، يعني كانوا يخدموننا. هؤلاء لنا عابدون يعني خادمون مطيعون متذللون خدم. كيف يرسل موسى منهم؟ فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ما نوع الهلاك هنا؟ أحسنتم، الغرق يا أخوان، تفسير القرآن بالقرآن. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. هنا آتينا موسى الكتاب، ما هو الكتاب؟ متى آتى موسى الكتاب؟ بعد إهلاك فرعون. وجعلنا ابن مريم وأمه، يخبر تعالى عن عبد من عباده وهو عيسى عليه السلام. ابن مريم من هو؟ نسب لأمه لأنه لم يكن له ولد. وأمه من هي؟ مريم. آية، أي حجة قاطعة على قدرة الله سبحانه وتعالى، فإنه خلق آدم من غير أب ولا أم، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وخلق بقية الناس من ذكر وأنثى. وآويناهما إلى ربوة، الربوة هي المكان المرتفع من الأرض، وهو أحسن ما يكون فيه النبات، حتى بعض الأحياء إذا في المدن إذا وجدوا مكان مرتفع سموها إيش؟
ربوة، لأن هواءها يكون جيدا، أحسن ما يكون النبات في المكان المرتفع. وآويناهما، يقول السعدي والله هذا والله أعلم، آويناهما أي وقت وضع مريم لعيسى إلى ربوة، أي آوينا مريم إلى ربوة ذات قرار ومعين. ما هي ذات القرار والمعين؟ اختلف المفسرون فيها على قولين. القول الأول أنها أنهار دمشق، ودمشق يا أخواني معروفة بكثرة الأنهار، كما في غوطتها وغيرها، غوطة دمشق مشتهر فيها كثرة الأنهار والعيون. وقيل أنه بيت المقدس، الربوة التي ذات القرار والمعين هي بيت المقدس، وهذا هو الراجح ورجحه ابن عطية رحمه الله، وهو المذكور في قوله تعالى في سورة مريم: وانتبذت من أهلها مكانا شرقيا، أي شرق بيت المقدس لما جاء وضعها إلى ربوة ذات قرار ومعين. المعين هو الماء الجاري، وهو النهر، وهو الذي قال الله تعالى سبحانه وتعالى: قد جعل ربك تحتك سريا. لما ذكر يا أخواني الرسل وموقف أتباعهم منهم قال سبحانه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. يقول ابن كثير رحمه الله: أمر الله عباده المرسلين أجمعين بالأكل من الحلال والقيام بالصالح من الأعمال. شوفوا الاستنباط يا أخواني، يقول: فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح. المطعم الحلال يا أخواني، والمأكل الحلال، والمشرب الحلال من أعظم الإعانة على العمل الصالح. والذي يأكل حراما ويشرب حراما يكون من أقوى المثبطات لترك العمل الصالح، لأنه قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وعطف واعملوا صالحا، واعملوا صالحا. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، قال والله، قال بعض السلف: أما والله، هو الحسن البصري: ما أمروا بأصفركم ولا أحمركم ولا حلوكم ولا حامضكم، ولكن قال: انتهوا إلى الحلال. فقوله الطيبات معناه إيش؟ ما هو أطايب الكلام، ما هو أطايب الطعام المقصود به، وإنما هو الحلال، الأكل الحلال، أياً كان حلال فهو طيب، وأياً كان حراماً فهو خبيث، وإن كان من أشهى المأكولات. وقد جاء في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. وتعلمون أن أعظم الأعمال الصالحة هو الدعاء، من أعظم أبواب العمل الصالح هو الدعاء. ثم قال سبحانه: وإن هذه أمتكم أمة واحدة، أي دينكم معاشر الأنبياء واحد، اتفقت الشرائع ودعوة الرسل على التوحيد ولم يختلفوا، واختلفوا في تفاصيل الأحكام الشرعية.
أي دين الأنبياء واحد وملتهم واحدة هو الدعوة إلى الله وحده لا شريك له. ثم قال سبحانه وأنا ربكم فاتقون. وأنتم مر علينا يا أخوان كل واحد يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والتقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ثم قال سبحانه فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا. الزبر جمع زبور وهي الكتب، وهي إما المنزلة عليهم تنازعوا فيها أو كتبا ألفوها وكتبوها لأنفسهم، يحتمل هذا وهذا. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا. فتقطعوا أمرهم أي الأمم التي بعث إليهم الأنبياء وأرسلت إليهم الرسل وأيدوا بالكتب، كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب يفرحون بما فيهم من الضلال لأنهم يحسبون أنهم مهتدون. ثم قال سبحانه تعالى فذرهم في غمرتهم. الغمرة ما عمهم من الضلال وفعل بهم مفعل الماء الغمر بما حصل فيه. فذرهم في غمرتهم حتى حين، وهذا تهديد لا توقيت، أي أمهلهم حتى حين هلاكهم، كما قال سبحانه فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. أيحسبون هؤلاء أن ما نمدهم به من مال وبنين، أيحسبون هؤلاء أن ما نعطيهم من الأموال الأولاد لأنهم عندنا مقربون؟ فإن الله عز وجل لا يعطي الدنيا، يعطيها من يحب ومن لا يحب. فإعطاء الدنيا كثرة الأموال للأولاد ليست معياراً لرضا ربك عليك ولا لحبه لك، بخلاف فهمهم السقيم حينما قال نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن معذبين، وما نحن بمعذبين. إنما يحسبون أن من بالمال وبنين يسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون أن هذا استدراج وإمهال من الله سبحانه وتعالى. قال قتادة حول هذه الآية أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، قال مكر والله بالقوم في أموالهم وأولادهم يا ابن آدم فلا تعتبر الناس بأموالهم وأولادهم ولكن اعتبرهم بالإيمان والعمل الصالح. بهذا نكون قد انتهينا من المجلس الثاني من هذه المجالس المباركة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.